بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. الكاميرون بتكسب اثيوبيا 4-1، او والله 5 تجوان في ماتش ده بجد والله مش تهريج يا باشا. لا وايه فيهم جولين في اول 10 دقائق، اللي هو احنا في كاس الامم الافريقيه في الكاميرون بجد ولا ايه؟ بس ده ماتشات الجوله الثانيه، يعني ماتشات الجوله الاولى خلصت، يلا غرض في داهيه كلها بتاع الواحد صفر دي، يلا يلا في داهيه ان شاء الله ما هترجع دي، جوله بتاع التعادلات والواحد صفر دي راحت. اول ماتش في الجوله الثانيه 4-1، ده تبذير، ده تبذير يا باشا، هو تبذير يا باشا. الماتشات بتاع الجوله الاولى كانت تقدير، واحنا جايين هنا بقى بنوزع الهدايا. فينسنت ابو بكر ما اكتشفناش ان هو لوحده بس اللي كان داخل الحرب زي الجوله الاولى قدام بوركينا فاسو، الكاميرون بتلعب فينسنت ابو بكر بس، لا النهارده الحمد لله لقينا ان كامبي جاي معاه من بعيد وبيقول له انت سجلت 4 اهداف انا هسجل معاهم 2. والله بجد فينسنت ابو بكر سجل 4 اهداف، هدفين الماتش الاول قدام بوركينا والنهارده هدفين، وموضوع الهداف مفيش اي حد يقدر ان هو يفصل مع الراجل، الراجل واضح جدا ان هو ماتش تاني خد الهداف، وهو لا ماني ولا صلاح ولا اي حد، انا جاي هنا احط على التخين. حقك البطوله في بلدك، حقك يا باشا، حقك والله. المنتخب الكاميروني والمنتخب الاثيوبي النهارده كده الجواب ده من عنوانه، اول 3 دقائق دوا هوتسو هو فعلا اسمه دوا هوتسو اللي هو سجل الهدف الاول بتاع اثيوبيا في الدقيقه 3، اللي هو جون في اول 3 دقائق. لا واضح ان احنا هنتفرج على ماتش حلو، وقد كان عزيزي. المنتخب الكاميروني على طول راح متعادل في الدقيقه 7، اللي هو اول 10 دقائق جونين، لا ده واضح ان الماتش جميل بجد. وبعد كده هجمات من المنتخب الكاميروني والمنتخب الاثيوبي بيلعب كره حلوه، اللي هو الماتشات الوحيده اللي احنا كنا جايينها دي ماتشات سكه، بالعكس طلعت اجمل ماتشات في البطوله. والله بجد، يعني انا وانا قاعد اتفرج على ماتش الكاميرون واثيوبيا كده لم اتوقع خالص ان الماتش ده هو هيكون اجمل ماتش بالنسبه لي في البطوله لحد دلوقتي، بس بصراحه والشهاده لله فعلا اجمل ماتش في البطوله، فعلا بعيد على 5 اهداف فعلا اجمل ماتش في البطوله. ونتمنى ان الناس كلها تكون اتعودت على الملاعب والناس كلها تكون اتعودت على الاجواء، ونلاقي من نوعيه ماتشات الكاميرون واثيوبيا دي كتير. نتمنى ان فينسنت ابو بكر ما يسيطرش بدري على موضوع الهداف، نتمنى ان الاسامي اللي كانت مرشحه ان هي تكون قويه في البطوله زي ماني وصلاح ان هم يكونوا حاضرين، نتمنى المنتخبات تصحصح معانا عشان الكاميرون رساله وصلت ان الكاميرون هيكون خصم صعب، الكاميرون حسمها بدري وصعد على طول كده وش اللي هو خلاص يا جماعه كملوا انتوا بقى مع بعض، انا طالع خلصت على بوركينا وخلصت النهارده على المنتخب الاثيوبي ومش باقي لي غير الراس الاخضر. ايه ده؟ ده الراس الاخضر غلبت اثيوبيا الماتش الاول، اللي هو واضح ان البطوله هتبقى مولعه، بس الفرق اللي احنا ما كناش متوقعين ان هي اللي هتولعها واضح ان هي اللي هتولعها. ربنا يستر على المنتخبات العربيه، كانت مباراه جميله جدا. مباراه مميزه المنتخب الكاميروني كسبها النهارده بربعيه، فينسنت ابو بكر زي ما قلت لك خد بلطجه على موضوع الهداف، وكانت مباراه جميله عزيزي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وخلي كل حاجه جميله، لو ما عجبكش فهذا رايك.